الابكار المهجنات لاذاعه ابكار اصحاب السمو الشيوخ برفقه الاخوه المضمرين لنسير الى المقدمه والى المراكز الاولى في ارضيه هذا الميدان. نسير مع المركز الاول في هذا المسار وهذا الانطلاق. هنا تتواجد هجن العاصفه مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل لنسير المراكز الأولى مع هذا الشوط وهو تاسع أشواطي مساء هذا اليوم. تاسع أشواطي هذه الأمسية الجميلة تتقدم إلى المركز الأول وتتصدر المجموعة. ميزة أو منيرة هناك، منيرة تتقدم المجموعة مشاهدينا متابعينا الكرام، تتقدم في هذه اللحظات. ولا ميزة من هجن الشحانية يضمرها يابر بن سالم بن فاران المري اللي يقدم ميزة على أرضية هذا الميدان. بينما المركز الثاني تأتي في هذه اللحظة تقرير تتقدم في المركز الثاني من هجن العاصفة. تتدخل الهجن الرياسة، شوف هذه المؤسسات العملاق الجميلة الحاضرة هناك مشكورة من هجن الرياسة في المركز الثاني. يضمرها عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. وتأتي في المركز الثالث الشاهينية من هجن الرياسة، يضمر أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. بينما المركز الرابع هناك نعود إلى تقرير اللي في المركز الرابع، تقرير في رابع المراكز من هجن العاصفة يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الخامس تتقدم في مشاهدين الأعزاء مياسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن سالم لينيبي. بينما هناك التقدم في المركز السادس وصلت في هذه اللحظات جميلة تتقدم أيضا من هجن العاصفة، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما بنت صوغان في المركز السابع في هذه اللحظات في سابع المراكز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، مسري بن سالم بالعرطي الحميري يضمرها. هناك الدخول من الشاهينية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، عبد الله بن شاهين المرر اللي يتولى عملية تضميرها. المركز التاسع تقدمت الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عمر بن مطر بن لاحج يتولى عملية التضمير. أمطيلة تأتي في المركز العاشر من هجن العاصفة، يضمرها الواثق حمد بن راشد بن غدير. نعود مشاهدين العزاء، نعود إلى المراكز الأولى، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى المراكز الأولى. غيرت مشكورة إلى مقدمة الشوط، غيرت مشكورة على المركز الأول. مشكورة تحمل شعار هجن الرياسة. يتقدم المشاركين في هذه في ملتقى الشعارات العملاقة في هذا المساء في هذه الانطلاقات. يضمرها البارع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي. تتقدم في المركز الثاني ميزة من هجن الشحانية، يضمرها يابر بن سالم بن فاران المري المقدم هجن الشحانية وإنجازاتها الشاهينية. في المركز الثالث من هجن الرياسة يضمرها أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، فيلسوف التضمير كذلك يتواجد في هذا الانطلاق. هناك في هذه اللحظات تأتي تقرير مسبق في هذا الانطلاق قبل الختاميات. تقدم تقرير هجن العاصفة، يا سلام تقرير هذا الموسم من بدايته وقبل الختاميات. هذا تقرير هجن العاصفة يقدم حمد بن راشد بن غدير الواثق. من يقدم التقرير في هذا الأسبوع من بدايته ليصل التقرير إلى الختاميات إلى القادم مشاهدين العزاء؟ شكرا بو راشد. بينما هناك تتواصل في هذه اللحظات وتصل مياسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن سالم لينيبي. وقدوم في هذه اللحظات
لحظة من الشاهينية في هذا الانطلاق ولا ميزة هذه؟ نعم ميزة من هجن الشحانية. جابر بن سالم بن فاران في المركز الخامس والمركز السادس وصلت في الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عمر بن مطر بن لاحج الهاجري. هذه المراكز الأولى، هذه الكوكب الأولى، خلاص مع السداسية الجميلة، مع هذا المسار، مع هذا اللقاء الشيق الذي أمتع الجماهير، الذي أمتع المتابعين. 1200 ما تبقى من عمري هذا الشوط والوصول إلى خط النهاية في هذا المساء. يا سلام يا سلام يا سلام توقيتات هذا المساء. ولا زالت مشاهدين العزاء اللي هي شودة، شودة صاحبة أفضل توقيت. مشاهدين متابعين الكرام، شودة تعود ملكيتها من هجن العاصفة بقيادة الواثق. 9 دقائق 4 ثواني 8 أجزاء توقيت في هذا المساء، جميل ورائع مشكور يا الواثق. يدل ذلك على الحضور، يدل ذلك على الاستعداد، يدل ذلك على جاهزية العاصفة في هذا الملتقى، في هذا اليوم، في هذه البروفات الجميلة قبل الختام في هذا الملتقى من هذه المؤسسات. عودي إلى ميزة، ميزة هجن الشحانية العملاقة الحاضرة في هذا الأسبوع في ميدان المرموم. جابر يا جابر، جابر بن سالم بن فاران المري من أحد الشباب المضمرين الذي حملوا كذلك أشارات جميلة، أشارات ممتاز ورائعة في التضمير. روح يا بن فاران، روح إلى الناموس، إلى الختاميات. هذا الأجمل في الرياضة، حينما تلتقي هذه الشعارات، حينما يلتقون الأخوة المضمرين بهذا الإبداع الجميل في رياضتنا، في رياضتنا العربية الأصيلة. المركز الثاني تقدمت الشاهينية، الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الشاب الواعد عمر بن مطر بن لاحج. ولكن تهانينا للمرة الثانية إلى هجن الشحانية، إلى هجن الشحانية، الشعار لدعم مشاهدينا العزاء على هذا الفوز. شكرا جابر بن سالم بن فاران المري الذي قدم ميزة في هذا الشوط بالفوز والناموس. المركز الثاني وصلت الشاهينية لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث تقرير من هجن العاصفة، والمركز الرابع مشكورة من هجن أو الشاهينية من هجن الرياسة، والمركز الخامس مياسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كان هذا الشوط وكانت أثارته وكان حماسه الجميل والرائع، ولكن تميزت ميزة بناموس هذا الشوط وانفراد هذا الشوط الجميل الذي حمل هذه التحديات. 9 دقائق و5 ثواني و7 أجزاء من الثانية، توقيتات مميزة ورائعة في هذا المساء. هجن الشحانية ومع ميزة ومع جابر بن سالم بن فاران المري المركز الثاني. وصلت في الشاهينية، قطعت المسافة في 9 دقائق 9 ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. التهنية موصولة مشاهدي العزاء لعمر بن مطر بن لاحج الهاجري مضمر الشاهينية، المركز الثالث من وصلت في تقرير في توقيت زمني وتقريرا لتوقيتها. 9 دقائق و13 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والتهنية موصولة للواثق. هكذا تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.